هو طبعا شعور ما ينوصف لما انت تلعب سنين وتجتهد وخلال عقب 5-6 سنين تحصل اللي انت تبي. الرياضة هذه مثل غيرتني كإنسانة، علمتني الصبر، علمتني القوة، علمتني يعني مو بس كشكل أو جسم، طبعا هو كفكرة عامة أن البنية لازم ركض، رقص، جمباز، الأشياء اللي المفروض فيها ليونة أكثر من الأوزان أو هذه الأشياء. كمجتمع مو كبنات أهما شنو يحبون، بالنهاية إحنا شلون ربينا البنية تميل حق شنو وشنو ربينا الصبيان يميلون حق شنو. بس بالنسبة حق الحين وحق زمننا ماكو شيء اسمه رياضة حق صبيان ورياضة حق بنات. الأنوثة ما لها شغل بالرياضة، لأن إحنا ربطنا أن البنية إذا عندها عضلات فإذا هي تخلت عن أنوثتها فهي مو أنثى، ما هذا الشيء ما له شغل. في ناس دائما تحط النظرة الخارجية، أنا هذا شكله كذي إذا فهو كذي، فاللي بيحكم عليك من الخارج فهو الخسران. يمكن الأفكار القبلية أنه أبنية ايش عرفها بالتمرين، ايش عرفها، ايش قاعد تسوي، تلاقي تعليقات وايد تهاجمني مثلا، بس أنا يصير فيني كل واحد وتربيته. شنو أعطيت؟ أعطيت من وقتي، من جهدي، من يعني أنت تتكلم ما عندي سوشيال لايف، تتكلم أن أنا أتمرن مرتين باليوم، 2 الصبح 3 العصر، أنا أدرب هني، أنا أشتغل، يعني ما عندي شيء اسمه أطلع، ماكو شيء إن أنا معزومة، ماكو شيء اسمه إن أنا أروح أرد، إلا مثلاً يوم الجمعة ويكون إنه راحة ولازم أرجع مرة ثانية أتمرن. يعني إذا أنا قررت في يوم إن أنا أرتبط أو إن أنا أكون مع شخص راح يقدر اللي أنا أسويه ويكون شخص يدعمني، فما أتوقع في يوم من الأيام حتى لو كونت عائلة راح أوقف هذا الشيء، لأن أحس أن الشخص اللي راح يكون معي راح يكون داعم لي مو ضدي في هذا الموضوع.